أنا لست أقل من أي جندي يدافع عن الجبهة، ولا بد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة. كلمات قليلة في العدد كبيرة في المعنى، كتب بها الشهيد الراحل الفريق أول عبد المنعم رياض دستورا له سار عليه حتى استشهد وسط جنوده. الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض بطل مصري كتب بدمائه تاريخا مميزا، وحفر اسمه وسط عظماء مصر الذين سيظل اسمهم يتردد على ألسنة كل الأجيال. ولد الجنرال الذهبي في 22 من أكتوبر في 1919 في قرية سبيربي بمدينة طنطا، ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عام 41 و42، وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 56، وفي 30 من مايو 67 عين الفريق قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، وأعلن قائدا عاما للجبهة الأردنية، ولكن لم يمض أسبوعا حتى استدعى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعينه في 11 من يونيو رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها، فبدأ الإعداد لحرب أكتوبر، ونفذ جنود مصر البواسل عددا من العمليات الناجحة في عهده خلال حرب الاستنزاف التي أسفرت عن تدمير 60% من تحصينات خط بارليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر، كما كان له دور بالغ الأهمية في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من أكتوبر في عام 1967، كما أنه صمم الخطة 200 الحربية التي طورت بعد ذلك لتصبح خطة العمليات في حرب أكتوبر. ساهم عبد المنعم رياض في تغيير المعادلات العسكرية، إذ بدت بصماته جلية في حرب المدرعات اعتبارا من العام 1968، بعدما أوصى بتدريب جنود المشاة عليها في سرية شديدة، ليصبح الجندي المصري في حرب أكتوبر مدمرا للدبابة. وفي صبيحة يوم 9 مارس قرر عبد المنعم رياض أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى نتائج المعركة ويشارك جنوده في مواجهة الموقف، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما التي لم تكن تبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترا، ووقع اختياره على الموقع رقم 6، وكان أول موقع يفتح نيرانه بتركيز شديد على دشم العدو في اليوم السابق. وفجأة بدأ الضرب يقترب، وبدأت النيران تغطي المنطقة كلها، وكان لابد أن يهبط الجميع إلى حفر الجنود في الموقع. شهد هذا الموقع الدقائق الأخيرة في حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، واستمرت المعركة التي كان يقودها بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة، إلى أن انفجرت إحدى الطلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها، ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء أصيب ونقل إلى مستشفى الإسماعيلية، والتي استشهد فيها عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها في خدمة القوات المسلحة متأثرا بجروحه، ليسدل الستار على مسيرة بطل مصري يظل خالدا في ذاكرة هذه الأمة.